مشاهدينا الكرام، هنالك تفاصيل قد جرت أثناء أو حتى قبل قمة جدة بساعات. حقيقة هذه التفاصيل هي كانت قادمة من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، هو الذي طبعا ظهر بشكل مثير للغاية وتحدث عن مسائل من قلب المملكة العربية السعودية. جيك سوليفان هذا الرجل الذي كان هو جالسا طبعا إلى شمال الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء اللقاء المهم للغاية أو اللقاء تم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. بكل تأكيد التفاصيل التي ذكرها هي جاءت مع تفاصيل أخرى مرتبطة من مسؤولين أمريكيين على CNN الأمريكية بتقرير يكشف ويفضح تحركات جديدة لإيران وروسيا في نفس الوقت، وهي في قلب إيران هذه التحركات التي تمت. التحركات التي ذكرها جيك سوليفان والمسؤولين الأمريكيين إلى CNN هي أن هنالك وفدا روسيا قد زار هذه المنطقة التي ترونها هنا. هذه النقطة هي متمثلة بمدينة كاشان وتحديدا إلى مطار كاشان الذي يقع إلى جنوب العاصمة الإيرانية طهران. هذا الوفد الروسي الذي تحدث عنه طبعا جيك سوليفان والCNN الأمريكية، الوفد قد زار هذه المنطقة مرتين، مرة في الشهر الماضي في يونيو ومرة أخرى خلال هذا الشهر في 5 يوليو تحديدا. هم كانوا موجودين أساسا في هذا المطار الذي نتحدث عنه. ما الذي يفعله هذا الوفد الروسي؟ هذا الوفد الروسي كان في زيارة مهمة جدا من أجل التدقيق وفحص الطائرات المسيرة الإيرانية، طائرتين ونوعين من الطائرات المسيرة هم كانوا ينظرون إليها بحسب التقرير الاستخباري الأمريكي الذي تحدث عنه طبعا جيك سوليفان والCNN الأمريكية. والطائرات المسيرة هي ليست طائرات مفخخة، لا أبدا، هي من الطائرات القاصفة. نتحدث هنا طبعا عن طائرتين مهمتين، هي طائرة شاهد 191 التي ترونها هنا، وكذلك شاهد 129 من الطائرات المهمة للغاية التي تتواجد بشكل مكثف على الخليج العربي. وهذه الطائرات كذلك هي موجودة في مطار كاشان، وهذه طبعا التفاصيل التي جاءت بهذه الصورة بهذا الشكل. هذه الصورة التي نشرتها CNN الأمريكية، وهي وضحت بأن هذه هي طائرة شاهد 191 التي ترونها في إشارة إلى المنطقة التي تتواجد فيها هنا بهذا الشكل من خلال القمر الصناعي الأمريكي الذي راقب هذه النقطة الموجودة طبعا في مطار كاشان. وكذلك نتحدث عن شاهد 129 الموجودة. أين هم الروس؟ أين هو الوفد الروسي؟ الوفد الروسي موجود هنا، واضح جدا Russian Delegation Transport، أي بما معنى بأن هذا هو الحافلة أو الباص أو الناقلة طبعا التي استخدمت لعملية نقل الوفد الروسي الذي كان حاضرا لهذه الطائرات المسيرة. وعلينا أن نتذكر تماما عندما كشف جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي تفاصيلا حول التعاون الروسي ورغبة روسيا بالحصول على الطائرات المسيرة الإيرانية، واحدة من الأمور هي أن الروس والإيرانيين يبحثون على تدريب الروس على هذه الطائرات قبل استخدام هذه الطائرات. هذه المنطقة بالنظر إليها من خلال هذا المبنى الذي ترونه طبعا، من خلال هذه الساحة التي تتواجد فيها هذه الطائرة، من خلال هذه التي تبدو، هذه المنطقة التي تبدو وكأنها بوكسز أو حتى مبنى بسيط، وأقصد هنا بالصناديق الموجودة بهذا الاتجاه. وبالذهاب إلى القمر الصناعي فقط لنتعرف على هذا الموقع، أين هو هذا المطار الذي سمعنا عنه الكثير في الفترات السابقة بالاقتراب الآن وبالذهاب مباشرة طبعا إلى إيران مباشرة. سترون هنا هذه هي العاصمة الإيرانية طهران، وإلى الجنوب تأتي كاشان. بالاقتراب الآن من هذه المدينة المهمة للغاية سنلاحظ بأنها هنا المدينة بكل تأكيد، والمطار يأتي بهذا الاتجاه على مسافة 14 كيلومترا إلى شرقها. هنالك نقطتين تأتي فيها الطائرات، هذه هي النقطة المهمة التي نريد التركيز عليها طبعا مع المهبط الخاص. وبالتالي بالاقتراب من هذه المنطقة وبالتركيز على العلامات التي أخذناها وركزنا عليها من صورة القمر الصناعي الأمريكي، سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات تماما، نفس المبنى، نفس الساحة، وأهم شيء البوكسز أو المبنى هذا الصغير الذي يبدو هنا طبعا بكل تأكيد. وطائرة شاهد 191 كانت هنا، وشاهد 129 والديليجيشن والوفد الروسي كان موجودا طبعا كما تتذكرون في الصورة. وبالتالي على هذا الأساس هذه هي النقطة التي التقطت لها الصورة المحدثة طبعا الأقمار الصناعية الأمريكية والتي كشفت عن هذه التفاصيل التي نتحدث عنها. السؤال هنا، هل إن الروس بدأوا باستخدام هذه الطائرات المسيرة بما أن الأمر بدأ منذ الشهر الماضي وبأن الوفد قد زار هذه المنطقة مرة ثانية؟ الواضح بحسب الواشنطن إكزامينر وما أكده البنتاغون، حتى هذه اللحظة لم تلاحظ الولايات
المتحدة الأمريكية أي استخدام لهذه الطائرات المسيرة من قبل الروس في الداخل الأوكراني. الأهم من هذه القضية التركيز والكشف لهذه المسألة يأتي متزامنا مع قمة جدة. قبل قمة جدة بساعات تحدثوا عن هذا الأمر، كذلك الواشنطن بوست الأمريكية تحدثت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول من تحقيق تحالف أو شكل دفاعي أو تعاون دفاعي في المنطقة تجاه إيران وهذه التهديدات، لأن التهديدات بدأت تتوسع، هي ليست في الشرق الأوسط أبدا بل إنها داهبة وستتوجه إلى أوكرانيا، وبالتالي تركيز كبير جدا عن مسألة الخطر القادم من هذه القضية تحديدا. المثير أن إيران لم تسكت أبدا، الكثير من التهديدات، الكثير من الوعيد قادم من قمة جدة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن تحصلوا على القنبلة النووية، سنردعكم، سنردع الفصائل المسلحة وغيرها الإيرانية، كذلك كشف هذه التقارير. إيران بسرعة ومن خلال وزارة الخارجية الإيرانية اليوم قد وسعت العقوبات الإيرانية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الشخصيات الأمريكية، هنالك سيناتورات كذلك في مجلس الشيوخ والحقيقة مجلس النواب الأمريكي قد توسعت العقوبات ضدهم كما تلاحظون هذا النص الرسمي الذي نشر، النص الإيراني، وهذه هي الليستة أو القائمة التي توسعت في عملية العقوبات الإيرانية التي هي طبعا عقوبات رمزية ومعنوية لا أكثر ولا أقل، ولكن أيضا توقيتها يأتي مع قمة جدة بكل تأكيد. كما تلاحظون الكثير من الأسماء، واحدة من الأسماء هي روبرت باب منندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ديمقراطي من الحزب الديمقراطي، وبالتالي وعلى هذا الأساس نحن فعلا أمام مواجهة مستمرة لا تعرف التوقف بكل تأكيد بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية.